simple et avec très peu d'ingrédients et c'est très facile. Ah bah génial. J'ai gardé tous les ingrédients. On a la viande qui est là. Il y a le vinaigre, le citron. حياتي جاي ميت جوع بعدك بلا اكل من الصبح ما دقت شي ابدا ما حطيت شي بتمك ابدا ما مصفر شوي ايه حسيتي؟ من بعد نهار كتير طويل بعد ما اكتشفنا كتير قصص حلوة وشاورما روعة صار وقت نرجع على مطبخنا على مطبخنا لأنه نال بتعمل شاورما غير شكل بالكونفاينمنت عملناها سوا لايف اليوم رح نرجع نعيدها ونفرجيكم شاورما انتو كيف كنتوا تعملوها بالبيت على طريقتنا بلا ما ندعي انه عنا هم شاورما بالعالم بلا لا عم بمزح عم بعمل دعاية لا بس هو اهم شيء اهم شيء اهم شيء انه مثل العاده الرسات كثير هينه صح بتنعمل عند الكل بدنا انجريدينتس قليل نعملها وطيبه وسريعه بس 15 انجريدينت يلا بنبلش مكوناتنا لليوم بدنا لحمه الفوفيلي مقصوصه خصوصا للشاورما بدنا خل احمر حامض بندوره ملح هون بالعاده بنستعمل دهنه من عند اللحام ما عندي دهنه اللحام عم بستعمل دهنه سمنه بلديه سمنه بلديه سمع بهارات الشاورما ورق غار مسكه سينامون ستيكس قرفه عقود اللي هي بصل زيت زيتون بقدونس عنا خبز مرقوق وعنا تنعمل الحمص وكمان محضرة شوية بطاطا تنقليهم تنعمل سندويشة شاورما هيك بيتوتية مع حمص وبطاطا مقلية بطاطا البيت رح نبلش ننقع الشاورما المقادير هن خل حامض وزيت زيتون قد بعضهم أنا لكيلو شاورما هون مستعملة تقريبا شوي أكتر من فنجان القهوة الطبيعي وعندي هون تقريبا 3 معالق كبار بهارات شاورما بتروح على السوبر ماركت بتشتري بهارات مكتوب عليهم بهارات شاورما شو هن بهارات شاورما في كثير ناس عم تسال يلي هن هول بيعملوهم بطريقه انه انت اصلا ما تقدر تقرون بس رح اجرب بهار حلو فلفل اسود قرفه زنجبيل هيل سماق رنفل جوزة الطيب حامض الليمون محلب ناو يو نو زيت زيتون حامض خل بهارات نخلطهم منيح ومنحطهم بالبراد تا يتبلوا مننقل الشاورما لحمة الفوفيلي لأنه إذا استعملنا الفيلي رح تفرط الفوفيلي عايزين الشلش التكستشر تبعيته تتضل منيحة أنا ما بقصهم كتير صغار لأنه كمان بدنا هيك نحس فيها للشاورما سو بقصهم تقريبا رجيكم هيدا طولة وهيدا رفعة منا ولا سميكة ولا رفيعة هلأ على البراد 24 ساعة ونتلاقى بكرة من بعد 24 ساعة هيك صارت الشاورما تبعي شفتها قديش فرقت بعد 24 صار لها 24 ساعة الشاورما هلا عندكم رح يكون لها 24 ساعة نحن شو رح نعمل لنقدر نفرجيكم تبلناها قدامكم انتم رح تتركوها 24 ساعة بالبراد غطوها منيح بتشرب بعدها كل الشاورما قبل ما تناموا حركوها مزبوط بترجع تاخذ التتبيلة نرجع بنحمي الطنجرة وبنحط الدهنة تبعيتنا إذا قدرتوا تجيبوا دهنة اللحام كمان بيكون احسن وبدنا نقل الشاورما شوي صغيره يعني تقريبا 5 دقائق ل10 دقائق هلا بنشوف تاخذ هيك هيدي طعمه التقليه ورح نرجع نحطها بصينيه بالفرن شطوره ها والله هالنال غير شكل بهالوقت نحن عم نقل شوي الشاورما عم نقص قطع البندوره ما لازم تكون كتير صغيرة وما لازم نقشرها إذا قشرناها رح تصير مثل رب بالآخر رح نحطها بالصينية مع الشاورما المقلية ونفوتها على النار على نار شوي قوية وتقريبا 40 دقيقة طمني كيف هالمرة غير شكل يا نيالك تالا شانس
يعني عجد بس عم شوف طريقة كيف تنعمل بالبيت كتير مبسوط. يمكن فيش أقل تكنيك من اللي شفناهم بالمطاعم، بس عم نشوف أنه اللحمة كمان عم نقية على ذوقنا وعم نحط الطعم اللي بدنا إياها. إذا منحب خل كتير منحط كتير، إذا منحب ما منحب كتير خل منحط خفيف. وهذا الأدفونتاج لما نعمل ريسيت بالبيت نعملها على ذوقنا. ومثل ما قلت لكم من يومين اللي عم بكتشفوا من يوم ليوم أنه الريسيت تبع الشاورما الحقيقة كل واحد هو ونفسه. هلا بتدوق وبتحكم. أهم شيء الشاورما بالنسبة لإلي هو إن نزيد لها مسكة بتعطيها طعمة غريبة. تندق المسكة، أول شيء ما حطيت المسكة على النار لأنه إذا تورت كتير بتمرمر، سو رح زيدها لما نفوت الشاورما على الفرن. رح زيد لها الملح تما تلزق بالجرن تقدر دقها مع الملحات. إذا عم تعملوا شي حلو بتدقوها مع السكر. ريحة حلوة. نحن ما بدنا نطبخها على الآخر، نحن بدنا نلوحها، نحن بدنا نبلشها، نحن بدنا نضرب لها نار. فرح نشيلها هلأ، أخذت القصة بس 10 دقايق أقل شوي، رح نشيلها هلأ وننقلها على الصينية اللي بدنا نفوت فيها على الفرن. شلنا الشاورما عن النار، صارت ملوحة تلويح، وهون صار عنا خلطة الملح والمسكة. رح زيدها بالصوص تبع الشاورما تدوبها قبل ما نفوتها على النار، هيك بدوبها عليهم كلهم. شو رح اخذ الشاورما بلا الصوص تبعيتها تعمل لير مزبوطه هون ما اعجقها، هيك بتتسطوى كلها مزبوط. وعم حمي ناري، عم حمي فرني اوريدي على 200 درجه. المكونات اللي رح نزيدها هلا من بعد ما حطينا لير اللحمه هن شويه بصل، القرفه، ورقه الغار، البندورة بقشرة، ومنرجع منغطي كل شيء بالصوص اللي طبخناها فيها وعلى الفرن. عم نزيد هلا زوم اللحمة. هلا رح نعمل بطاطا مقلية مثل الشاورما، شاورمة بيت. عنا بطاطة البيت، بطاطة البيت بقشرها وبغسلها وبنقعها بمي مع حامضة معصورة وملح. برجع بصفيها، صار لي تقريبا نقعتها فوق 30 دقيقة. بصفيها بحمي زيتاتي، وقبل ما قليهم دغري باخد حامضة وبعصر عصير الحامض على البطاطا وبحط لهم رشة ملح صغيرة، وبكون هيك اكدت ان البطاطا تبعتي رح تطلع صفرة 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 هيك عم تلمع. صار وقت نعمل الحمص. مكوناتنا: حمص حب، طبعا طريقة الهينة، مسلوق، علب بجنن، حامض، ملح، زيت زيتون وشوية مي. حطينا الحمصات، رح نزيد لهم تقريبا شفة مي ونطحنهم. من بعد ما معسناه هون صار عنا مثل بيوريه هيك، هيدا الكونسيستنسي تبعيتها. رح نبلش نزيد الطحينة. انا بحط تقريبا الطحينة على النظر، يعني بدكم تقولوا يمكن 3 فناجين قهوة طحينة للكان الوحدة تبع الحمص الحب. هلا رح بلش زيت الحامض. حطينا الحمص الحب، الطحينة، الحامض، الملح، وأنا بزيد زيت زيتون بالطحنة. كتير طيب، عجد تفاجأت فيه، ما تصورته حيطلع هيك ينجح معك هيك، لأنه طبعا بالمطعم منا معودين علبة وطحينة هيك. بس الطحينة منيحة، الحمص منيح، فكرته حيطلع مبرغل بقى لا، وحمضه محطوط كيف هيك، وطعمة الطحينة كمان موجودة، حمص نفس رديس.
طمال. شفتوا؟ شفتوا انه فينا نعمل اشياء سريعة وطيبة؟ اول مره اشوف بطاطا هيك. هلا انا مني فهمان ناخذ يعني اون برون لا تيت اون فرانس لنجيب نوعيه البطاطا وبينش واجريا وموناليزا ونقشرها ونعمل لها اول طبخه على 140 درجه حراره ونشيلهم ونبردهم حتى درجه حراره 180 وما بتطلع عاد نصها مقرمشه. هلا اندوخت انا بالبطاطا المهلية. صار وقت نشيل الشاورما. الرائعة الريحة رائعة، شكلها أساساً كتير حلو، البندورات مسقسقين مظبوط، مطبوخين مظبوط، لحمة شربانة كل الجوس يعني مطبوخة بميتها ومنها ناشفة أبداً. ورق الغار بيعطي طعمة، القرفة بتعطي شوي طعمة صغيرة، بتشيل الزرخة كلها سوا. يلا قربوا شموا معي. صار وقت الجد. وقت الجد هو مش بس رح ناكل شاورما بقلب الطنجره، رح ناكل شاورما ساندويتش غير شكل، very comforting homemade street food. بي 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 وقفش على الراس. منبلش اول شغله بالطنجره تبعنا، رح نخلطها مزبوط، نعشقهم كلهم ببعضهم، تشوفوا ونشيل الغار اكيد، وتشوفوا كيف مطبوخه مزبوط وقصتها قصه. من بعدها رح ناخد وحده صاج، بس بتعرفوا انه الصاج على الاطراف سميك كتير. كيف بحب اشتغلها؟ باخد الصاج اللي معمول مظبوط سيركل على الاخر، بطوي مرتين ثلاثة أربعة لحديت ما يصير عندي اياها كلها سوا. باخد مقص يس، وبشيل الطرف يلي هو كتير قاسي ومنه كتير مهضوم بقلب الساندويش. ما تعطلوا هم، رح نكبهم ونحمصهم ناكلوا عشية مع لبنة. استبقت التعليق. بناخد الساندويش منلف نص لفة ومنبلش الجيرني تبع الساندويتش. حمصات يلي خلصوا، واحدة اثنين روحة رجعة، صار عنا شيء كريم صوص جوس يلي عايزينه بقلب الساندويتش. رح نحط لحمة قد ما لازم، نوقف عليها ثلاث اربع بطاطات، وناخد البطاطا بندورات، وناخد البطاطا اللي شايفينها اللي لونها روعه يلي شغلتها قصتها قصه، ونحطهم بقلب الساندويش ليعطيه طعمه قرشه ولذه. مش بس هيك، هذا يلي بسموه رشه بيواز، شويه سماق، and here we go. لفة الساندويشة بتبلش طرف طرف، لفة بالنص، تجمعون كلهم مع بعضهم and that's it. ساندويش طويل عريض لذيذ، قصة غير شكل بالنص and here we are. يلا it's tasting time. شو رأيك؟ Très bien. يعني بليز انت franchement يعني هيدي الشاورما والحمص والبطاطا المالية هلا فطر راسي يعني عن جد، انه اول شيء وانه ماريني والبهارات وكذا، بس كل شيء الريسيت كثير كثير طيبه نال. فيليستاسيون، بهنيكي. وإذا بتحبيني بتعطيني اياها اول مره. لقمه بيت، نفس بيت، اجواء بيت، تحميصه غير شكل، الحمصات عظيمين. مش لانه نال، بس فيني اخبركم انه نفسها بالمطبخ ماكسيموم. صارت بيكم لقمتين يعني راح فيها يعني. فكتير مبسوط. اللحمه على القد، رح ندوقها مثل ما هي، طريه ويل تكستشرد، فليفر مظبوط، حموضتها على القد. ساندويتش المرقوق غير شكل يعني
ما بنشبع منكم وما بنشبع منك.